بكم متابعي قناة درو وأبدع. أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني في تلوين شخصية مش عارف شو اسمه، بتكتبوا لي اسمه في أسفل الفيديو. طبعا بداية راح ألون وجهه باللون البيج الفاتح، طبعا راح أحدد المناطق مشان نحافظ على بياض العين في المنطقة، وراح ألون كافة وجهه باللون البيج، لكن خفف القلم لأن راح أقوم كالعادة في تغميق عدة مناطق من الوجه، وراح نظلل بطريقة يعني راح نطول شوي في تظليل الوجه لأنه في عدة مناطق لعدة ألوان بدها تظليل ولون. طبعاً بهاي الطريقة قمت بتلوين هاي الأجزاء من هاي الشخصية. طبعاً رح أستخدم كمان اللون في تظليل عدة مناطق، يعني رح أظلل أول بأول، يعني هون مثلاً أسفل الشعر بشد على إيدي بالقلم. كمان أسفل الرقبة من هان لهان هيك هذا الشكل، كافة هاي المنطقة راح تتظلل اللون البيج. أهم شيء ظللنا هون بهذا الشكل. طبعا أنا رح أستخدم اللون الأورانج أكيد، ورح أقوم بتلوين كافة وجهه باللون الأورانج لكن بالتدريج، يعني مثلا بالمناطق الفاتحة ألون بالأورانج الفاتح، بالمناطق اللي ثقلت إيدي فيها باللون من هان يعني ألون هيك بشكل أغمق هذا الشكل، لأنه بشرته برونزية. تمام، هسا اللون الأخير للتظليل وهو اللون البني، أكيد هو البني اللي يعني بقدر أتحكم فيه حسب درجة الضغط بالإيد. طبعا هاي المنطقة كافتها رح ألونها باللون البني، هاي شايفين كيف المناطق زي أسفل الحاجب والعين، من هون كمان رح أحدد هيك باللون البني، ومن أسفل الأنف من هون كمان. هذا الشكل كمان أسفل الفم من هون. حب الله.
كثفان اللون البني كمان. هسا في أسفل الرقبة كمان هيك نحدد ديال الحزوز بهذا الشكل، يعني كثير رح يتظلل يعني كافة هاي المنطقة فوق اللون. ضل اخر اشي لالوان التحديد واللي راح تبرز معالم وجهه اللون الاسود. شوفوا كيف هيك راح نعلم بس ديال هاي الطريقة. معقول قديش كاينين يطولوا زمان رواحهم برسم الانمي؟ شو هذا عن جد شي مش طبيعي. تمام، بس في كمان ضايل اشي. رح استخدم اللون البي الاسود ورح اقوم بتحديد الصورة من الحواف. مش حابب العب في الصورة، اذا بدنا هيك في الاخر بضيف اللمسات الاخيرة هسا خلوني انتقل للعيون. طبعا عيون ارنولد او رامبو رح اسميه لون عيون الزرق. حكون هيك بس بعمل دائرة في دائرة لماع العين، اقوم بتلوين عينه باللون الازرق. بعدين رح استخدم اللون الازرق الغامق، رح أقوم بتحديد دائرة العين بهذا الشكل. تمام، وبعدين رح أستخدم اللون السكني، رح أقوم هيك بتحديد حواف العين من الأعلى بهذا الشكل. تمام، طبعا أنا انتبهت هسا إنه لأرنولد أو رامبو في إله رموش، هيك بس أكثف رموشه بهذا الشكل. هون كمان نفس الشيء. إيه خلص هيك لوناه. ايه طبعا بس هيك من فوق من الاعلى كمان رح اضلل ذراك العين. تمام هيك هسا رح انتقل لي حواجبين. طبعا حواجبين بداية ساقوم بتلوينهم باللون الذهبي الغامق، لانه هو لونه لون شعره بين البني مع اللون الذهبي واللون الاصفر الفاتح، زي هيك مصبوغ خصل شكر في شعره.
يعني ألوان شعره حلو كثير كثير، أنا شخصيا يعني أعجبوني. هذا الشكل طبعا أنا مش رح أدشر هيك الحواجبين فاتحات، أكيد في عندي اللون البني الغامق المحروق التخطيط، وسأقوم هيك تظليلهم من الأسفل هذا الشكل. كل ما ثقلت هيك كل ما لونت كمان أزيد وأزيد، كل ما اللون ثقل عنا أكثر. هسا رح ألون شعره، هسا رح أستخدم اللون البني العادي اللي ظللت فيه لون بشرته، ورح أقوم هيك بتلوين على أضرب هيك على الخصولات بهذا الشكل، وكمان رح أترك بين الخصلات فراغات. هاي الطريقة، هاي الفراغات اللي رح أتركها بين خصل شعره رح ألون فوقها باللون الأصفر أو الذهبي الفاتح بهذا الشكل. ليش؟ مشان يعطيني إنه في خصل ذهبية مع لون بني في شعره. هسا بداية أنا مش رح أستخدم يعني اللونين مع بعض، أكيد رح أستخدم لون لون، فأنا رح أبلش باللون البني هيك أضرب خصلات، مثلا هاي الشحطة هاي الخصلة، هو طبعا بيستغرق معانا وقت أكيد رسم شعره، بس أنا رح أحاول شو اسمه عقد ما أقدر بتعملوا هيك وبتتركوا هيك لماع خفيف. هذا لماع برضو لماع الشعر، أنا بدي أساوي شعره لامع. كمان بتعملوا هيك على حسب حز الخصلة، ترسموا خصلة مثلا وكمان خصلة وبتدشروا خصلة لأ، يعني هاي الخصلة ما تلونوها. ليش؟ لأنه هاي الخصلة بدي لونها باللون الأصفر، هيك ندخل خصلات أصفر معه. فاهمين يا أولاد؟ فاهمين؟ شاطرين؟ يلا لونوا. تمام هيك قمت بداية هيك بالتلوين به، سأكمل هاي بالتلوين هيك باللون البني. هسا زي ما حكيت لكم رح أدخل الخصل الفاتحة بين الفراغات هذا الشكل. طبعا هسا رح أقوم باستخدام اللون الأسود، هسا شوف كيف رح يبين الشعر. بس بداية رح استخدم اللون هذا الخميل شوي وهيك اكثف، بس ابين حدود اذنيه بهذا الشكل، كمان رقبته مشان ما تتخربشوش بين الرقبة والشعر. هسا رح استخدم اللون الاسود وادخل سواد هيك بس بين الخصل، اضرب هيك سواد زي ما انتو شايفين مشان مبين خصل الشعر منيح، وكمان هنا في مناطق هيك بدنا نظللها باللون الأسود في الشعر مشان يبين شعره أكثر وأكثر. كمان من هنا هيك على الحواف اللي بين رقبته يعني وأذنيه، يعني ضروري إن هيك نعمل باللون الأسود زي ما انتو شايفين هيك عشان يبين ظلال الشعر وظلله. هيك دخلنا درجات الأسود أكيد في ألوان الشعر.
هسا بك علينا اخر اشي رح استخدم للشعر اللي هو اللون الاسود التخطيط، بس هيك اقوم بالتظليل في عدة اماكن بس في الخصل بهذا الشكل. هيك وصل الشعر اترتبت، وكمان بقدر ادخل اللون البني المحروق شوية هنا كمان هيك على هاي الخصل، يعني كلمسات اخيرة هذا الشكل. وزي ما انتو شايفين خصل الشعر الصفراء هيها مبينة وواضحة وظلت محافظة على تمام. خلص هيك بكفي له خصل شعره، كثير كثير طولن معانا، يعني عن جد الصورة كمان كثير طولت معي، بس بدي هيك الأسود عند الحواجب من هان الأسفل الحواجب باين وخلص هذا الشكل. وكل ما ضفنا إضافات أخرى كمان وكمان بين أزيد. هسا رح استخدم اللون الأسود وأقوم بتلوين كافة جوكيتو اللي لابسه، بس مش هذا المنطقة من هنا، يعني رح يتلون من هان في المناطق الداخلية، هاي المناطق الخارجية رح يتلون هيك باللون الذهبي، وكافة هاي المنطقة مع هاي من هان لهان ومن هان لهان كله رح لونه باللون الأسود ولونه. طبعا هيك قمت بتلوين الجوكيت اللي لابسه، رح استخدم اللون الاصفر الذهبي، هو هذا اللون. رح اقوم بتلوين الحواف بهذا الشكل. طبعا رح استخدم الذهبي الفاتح، رح اقوم بتلوين كافة هاي المنطقة كلها يعني باللون الذهبي باستثناء الدوائر. هذه الدوائر سأقوم بتلوينها باللون الأحمر فيما بعد، ولونه هكذا باللون الأصفر الخفيف، لأن هذه كتلة حديد يرتديها هي حديد. رح استخدم اللون البني الفاتح وأقوم هيك بالتضليل من خلال اللي هو اللون التخطيط أكيد، بس في هاي المنطقة هيك من هان وذيال الدائرة دوائر هذا الشكل. رح استخدم اللون البني، أقوم هيك بعمل خط بهذا الشكل. طبعا هذا الخط مشان أو باللون البني، هذا اللون البني التخطيط مشان إنه هذا الإشي بيكون لماع هيك، يعني بيعطي إنه لماع على الإشي اللي لابسه. من هان رح استخدم اللون الأبيض هيك لماع هذا الشكل. رح استخدم هون اللون الأحمر، ألون هاي الدوائر اللي هان، نعمل دائرة هيك اللي هي دائرة اللماع. تمام هيك طبعا وصلنا لنهاية الرسمة، بتمنى إنها تنال إعجابكم. يعني كشايفين كد يعني ما بستخدم ألوان لسه، صورة بقول إنه يعني كداش أنا ظللت فيها، صورة بدي أحكي لكم الصورة لسه بتفتكر للتظليل، بس أنا هيك رسمتها يعني.
طبعا هيك خلص بكفي، وصلت لنهاية الصورة. بتمنى انها تنال اعجابكم، وما تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناة ليأتيكم كل ما هو جديد. واهم اشي تنسوش تكتبوا لي اسمه في اسفل الفيديو، وايضا الضغط على زر الجرس لتأتيكم اشعارات القناة، وايضا لا تنسوا توقيعكم الفني. انا اسمي هيا، وعسى ان نلتقي في فيديوهات اخرى اصدقائي، وسلام. ان اعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك والتعليق في القناة. كل الحقوق محفوظة لدى قناة درو وابدع.